في شأن آخر دانت قبائل الجنوب الخمس المتواجدة في المنطقة الشرقية ما يتعرض له أهالي تورغا من تهجير وانتهاك للكرامة وطلبت القبائل الخمس عقلاء مدينة مصرات بالتدخل وإرجاع المهجرين إلى مدينتهم هذا وقد دانت القبائل في بيانها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المساجد في مدينة بنغازي وروعت المواطنين الأبرياء كما جاء في بيانها المطالبه بلم الشمل والالتفاف حول القوات المسلحه بيان قبائل الجنوب الخمس القاطنه ببرقه وهم قبيله الطوارق والتبو والحساونه والمحاميد واولى سليمان وكل من اهالي المرج توكر الابيار جردس العبيد بلديه الساحل القبائل الداعمة للكرامة بكل ما تملك من مقدرات بقيادة المشير أركان حرب خليفة في القاسم حفتر فإننا ندين ونستنكر كل ما لحق بإخواننا وشركائنا في الوطن من تهجير وتجاذب سياسي وغض النظر أما لحق بإخواننا من سكان مدينة تورقاء في ظروف برد الشتاء القارس والتي خرجت من طور الرحمه بين البشر والتآخي بين الناس فإننا نخاطب إخواننا بمدينه مصراته نخاطب أهل العقل بها بألا ينجروا بنظرة استيفاء الحق وندين كل عمل جبان وخسيس يتربص ببلادنا الحبيبه ويتسبب بفزع كل المواطنين بربوع الوطن يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، واعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ندين كل ما قام به هؤلاء المجرمون من تفجيرات في بيوت الله بالمنطقه الشرقيه بني غازي، ونترحم على كل شهداء الوطن، على كل شهداء الوطن كافه ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والعوده للمهجرين ونشد على ايدي قواتنا المسلحه الباسله في حربها ضد الارهاب وندعو الى لم شمل البلاد ونبذ الفرقه والخلاف والاصطفاف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحه بقياده المشير اركان حرب خليفه بلقاسم حفتر ورئاسه الاركان العامه وكافه الاجهزه الامنيه لحمايه ليبيا